صار معك ما بتصدق مثل قصص الأفلام. بس ليه أنا؟ ليه عم تخبريني هالشي؟ لقلي أنا شو لي علاقة بكل هالموضوع؟ كنا بالمطعم أنا وخالد ولين، وفات رجال سلم على خالد، قال لي إنه هو إيده اليمين لبيو. هالرجال اسمه أحسان. إيه بعرفه لأحسان، بس شو بي أحسان؟ أحسان هو الشخص اللي دفع لنجيبة واللي زول الكونترايات وأخذنا على القاهرة. شو؟ أحسان؟ ما خبرتي أشرف؟ خبره؟ ليش؟ ما هو بيعرف. شو قصدك؟ أنت بتعرفي إنه كامل ترك لي مكتب محاماه طويل عريض. هذا المكتب هو عم يشتغل لي على قصتي. الكونترا اللي معي يعني اللي مزور، هو مش المفروض إنه يكون معي، بس أنا الحمد لله عملت عنه نسخة وبقي معي لهلأ، وأحسان هو اللي ماضي عليه، وأحسان هو اللي أخذنا على القاهرة على أساس إنه نشتغل بمعمل خياطة. لقينا حالنا مجبورين نشتغل بالدعارة، وإذا الشي كله بأمر من شوسك أستاذ أشرف رياض. كذابة، أنت وحدة كذابة. صدقيني مدام ليلى مش عم كذب عليك. جوزك عم يجي لهون يزورني ويواسيني، تعرفي ليش؟ لأنه خايف إني أقرب على عائلته، خايف إني أفضحه. جوزك أول ما خبرته عن نجيبة إنه هي اللي تعاملت مع إحسان، قتلها بنفس الليلة، قتلها هي وصاحب المعمل اللي معطر. ليك إزاي؟ أنا بس بدي أقلك إني حلفت لأمك، حلفت لكل اللي ماتوا، ولا نجيبة ولا شيد، حلفت لهم إنه مش رح ارتاح إلا لأنت، ورح أكشف كل شي، رح أكشف كل شي، مش بس لإلهم، مش بس لأنتقم لحالي، كرمال هالبنات المعطرين رح يصير فيهم نفس الشي يوم وبكرة وبعده وبعده. أنا أكيد إنه أشرف ما معه خبر بكل هالشي. أنا رح أشوف أحسان، وقعه رح سجل له كل شيء، رح وقع جوزي كمان. صدقيني لو عرفت إنه جوزك مظلوم لحطه على راسي من فوق، بس لو عرفت إنه مجرم صدقيني لزدته بالحبس. شو بدك مني؟ مستنظرة مني اني اوقف معك ضد جوزي وعائلتي؟ لا، بس انت هلا صرتي تعرفي الحقيقة، حتى لو بدك تذكريها. انا طمعانة منك بشغلة واحدة بس، ديك إذا يوم من الأيام خالد ظلمني أو وقف ضدي، ياريت تخبري الحقيقة. ليش أنا هلا ما بروح بخبر جوزي أشرف بيبعت حدا يقتلك؟ ليش؟ لأنك أم، عندك بنات من عمري، ما بتتمني لهم إنه يتلقط فيهم واحد مجرم مثل جوزي. اسكتي، ترجيك اسكتي. أنا بحب ابنك كتير، وأنا عارفة أول ما بينفضح كل شي
خالد رح يتركني، رح يوقف حد بيو. بس من بعد اللي صار فيي، من بعد المأساة اللي مش بس صابتني لإلي، صابت الضيعة كلها وراء العصابة، حلفت لو بدي اتعس على قلبي، لو بدي اخسر كل شي اعطيني اياه كامل، لو بدي اخسر حتى حالي بدي احطهم بالحبس، وبدي خلص العالم من شرهم. فيكي تظهري من هون وتروحي تخبري جوزك، اكيد انه اول ما تخبري رح يبعت حدا يقتلني مثل ما قتل نجيبه وقتل رشيد. فيك تفكري كام، ما بتريد لبنات الناس الا اللي بتريده لاولادها، وتساعديني، ساعديني بانك ما تخبري حدا، وتعطيني فرصه اني اجمع الادله واقدم الشكوى، وينقضوا كلهم قبل ما ياذونا. أنا مش خايفة، رح نام هون وبلع الراس كمان، وانت رح تفلي، وشو ما بتقرري أنا حاضرة، يا بيقتلوني الليلة، بكرة بكرة بلاقيكي هون حدي، ومنروح أنا وياكي لنوقف هالإجرام سوا، لازم نوقف هالإجرام بحق البنات الفقراء اللي مش ملاقيين حدا يساعدهم. أنا ما بقى عندي أم ولا أهل ولا حدا. أنت أم حبيبة، يعني أنت مثل ابني. خليك ست ليلى ما تأذيها، هيدي هيدي مجنونة مش عارفة على شو عم تحكي. أنا قلت لها إنه ما تخبرك لأنه أنت مش ممكن تصدقيها، ما هيك؟ مش ممكن توقفي تتجوزك معها، بس هي ما كانت تقبل. دخيلك ما تخبري جوزك بيقتلها، بكفينا بكفينا اللي صار لهلا. بتعرفي شو؟ قولي له عني أنا، ما تقولي له عني، قولي له سهى. سهى البنت اللي هربت مع الست هند وتورطت وصارت مقرفة وسخة. خليه يقتلني اللي أنا، معلش أنا بستاهل موت، أنا بستاهل أتقصص. أنا الحياة أصلاً ما بقت البالة، وحياة أولادك ما تقولي له عن ريم، ما تخليه يأذيها بليز.